هادي. اهلا وسهلا. كيفك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. فتحي عندك؟ فتحي نايم، اصحيهولك؟ لا. مالك يا عمتي؟ شكلك متضايقه. امك تعبانه، ما نامتش طول الليل من الوجع. امي؟ ايوه، قلت لها كلم مروان ينقلك المستشفى ولا يجيب لك دكتور. دماغها والف سيف، ما جيبش سيره لحد. وهي عامله ايه دلوك؟ جبت لها دكتور الصيدليه، اداها حقنه عشان ترتاح وتنام. هي تلاقيها كليتها. والله ما عارفه، بس لو الوجع جه تاني انا هكلم حسن ولا مروان ينقلوها المستشفى. لا انا هروح لها. استني بس، هنبقى نروح لها. بصي يا بت، انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. ربنا اسمه ايه؟ الغفور الرحيم. كلنا نتمنى رحمة ربنا تنزل علينا، وعشان تنزل علينا لازم قلوبنا تصفى وننسى، نتعلم نغفر، ولا ايه يا شمس؟ عايزة تقولي ايه يا عمتي؟ اسمعي اللي انا هقولهولك، ولا تقولي اه ولا تقولي لا، الا لما تحسبيها كويس. على ايه؟ مفيدة. يا دي مفيدة اللي طالعة لي زي عفريت العلبة دي. إله يا رب تجيلها شلل رباعي ما تعرف تقوم منه، يا قادر يا كريم. إلهي وانت جاهي تجيلها شوطة وتمشي عرجة، وكعانها الاتنين خارجين كده، ولا عارفة تحدف يمين ولا عارفة تحدف شمال. قول يا رب. يا بنت اسمعيني بس. أسمع. أسمع إيه؟ أسمع إيه وبتاع إيه؟ اسم المخفية ده بيجيب لي العصبي، هي كل اللي فالح فيه تعمل لك ده زي ماجدة. عايزة تقولي إيه يا عمتي؟ مفيش فايدة فيكي، عاملة زي جبرية أمك، تهبك ده زي بابور الجاز. أم قلب أسود دي أنا ما بطيقهاش. وأنت عارفة أنا هقول لك إيه؟ الجواب باين من عنوانه يا خطيرة. اسمعين بس، أنا لا عايزة أقول لك حبيها ولا تكرهيها ولا تاخديها في حضنك. أنا عايزاكي تعرفي إنها أم عبد الحكيم والدة حسن، رضينا ولا مرضيناش. يعني عايزاني أروح لحسن أقول له رجعها؟ لا طبعًا. الله، وانت عايزاني اعمل ايه؟ نطل عليها، هي من اهل البيت الكبير، حتى لو كانت من اسفل السافلين خلاص بقت مننا. الواد اللي جه منها يبقى مننا. حرام حرام، البت مش لاقيه تاكل، مش لاقيه اللقمه، مش لاقيه بيت تنام فيه. معقوله يا شمس؟ يعني انت عايزاني اخدها بالحضن واقول لها بالاحضان بالاحضان يا مفيده يا غاليه؟ لا، أنا هشيح حد يطل عليها كل شوي، وإنتي ابعتي لها قرشين كل فين وفين، ولو شفتيها يا ستي اعتبريها واحدة كده غلبانة محتاجة حد يحن عليها. وأنا مين حن علي؟ الكلام ده صعب يا عمتي. الصعب ده هو اللي هيحل الدنيا. صدقين مفيدة ده غلبانة، اللي يرمي نفسه للأيام وهو مش عارف آخرتها إيه يبقى غلبان، اللي يرمي نفسه للشيطان يبقى مسكين. صدقيني يا شمس، لما تمدلها يدك وتلاقي اليد اللي سمحتها وبتطبطب عليها هتتغير. صدقيني هتتغير. ماشي يا عمتي، هفكر، بس عشان خاطر عبد الحكيم وبس. انا عارفه انه قلبك طيب وحنين، وعشان عبد الحكيم، وعشان حبيبك حسن، وعشان حبيبك مروان، وعشان عمتك برضه. بقول لك ايه، ما تقومي تعملي لنا فنجان قهوة. شايفك قاعدة هنا من بدري ما اتحركتيش، قلت تلاقيكي جعانة زي شوية طعمين، انما ايه يستاهلوا بوقك. يلا بسم الله. هو انا كل ما اجي اتكلم معاك تسيبيني وتمشي؟ انت عاوز ايه؟ عايز الحلال يا بنت الناس. دور على غيري. بس انا مش عايز غيرك انت يا مفيدي. وانا مش عاوزه حاجه من الدنيا. ايه يا حسن؟ جابت تليفونك ليه؟ خير، كان في حاجه؟ قلقتني عليك. لا انا تمام، ما تقلقش. عملت اللي قلت لك عليه؟ كله زي ما انت عايز واكتر. الحمد لله. وانا هقول لزينب نعمل عزومه كبيره قوي. مش هتقول لهم ان كل حاجه رجعت؟ لا 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 لا، سيبها، احنا هنعملها مفاجاه.
احنا بعد ما نتغدوا ونشربوا الشاي نطلع الورق ونديه لهم هي وكريمه. بقول لك ايه، انا قلت للدكتور يجي عشان يطهر الواد عبد الحكيم ونوح وبدر. والله انا كنت هعمل كده، وكمان هنعمل ليله لله عشان الناس تاكل وتنبسط ويعرفوا ان احنا جبنا حاج عمنا اللي انت تقول عليه امين. عملت ايه مع عصام؟ مش عارف يطلع خطوه بره الفيلا. صح، كان في موضوع عايز اتكلم معاك فيه يخص نعيمه. عارفه، وكان لازم اجيب اخره. الواد ولادها دي مش من لحمنا ولا من دمنا. يعني عصام كلامه صح؟ ايوه صح. حسان من الناس صالح بيها، بس هي لازم تعرف ان احنا عرفنا كل حاجه عشان بعد كده ما بقالهاش رجعه. عادي كده يا مروان؟ ايه، خلينا نخلص من الهموم يا حسن. وهقول لزينب تقول لي شاهد تقعد، مش هتفرق يوم ولا اتنين، ولو حكمت هقفل عليها البلد. وانت ايه؟ امين. صلى على رسول مصطفى في قلبك. الله يقبل صوتك. الشاي اهو. اللي يزرع زرعة لازم ياكل منها يا ولدي، واللي ما يعرفش رجله رايحة فين يستاهل ان يتداس عليه. اوعاك يا عبد الحكيم تظلم حد، لازم تبقى راجل كلمتك واحدة. لما تكبر اوعاك تقول لوحدة انك عاوزها ولا بتحبها إلا إذا كنت جد كلامك. اوعك تستغل الغلبانة ولا تسعى المقطوعة. خليك سندها يا ولدي، خليك ظهرك.